تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي باستمرار الدولة في جميع المشروعات التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وقد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء عقب جولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية بمحافظة المنيا. أنا بقول هذا الكلام لأن الدولة إن شاء الله كل تركيزنا بإذن الله هنستمر في هذه المشروعات اللي بتخدم المواطن وبتصل له بصورة مباشرة. إحنا طورنا في الصعيد ما يقرب من 60 محطة صرف صحي على مدار الفترة اللي فاتت، حولناهم كلهم إلى صرف ثنائي مطور أو ثلاثي. فالنهاردة بقيت قادر أستخدم المية بتاعتهم علشان إنها تستخدم، لأنها كانت بتنزل في المصارف، والمصارف دي بعد مسيرة طويلة ممكن بتصب على نهر النيل عشان نضمن برضو نقاء المية بقدر الإمكان. كل ده حجم شغل النهاردة بيتعمل مع التطوير اللي بنعمله في المنشآت التعليمية. هل مازال هناك تحديات؟ بالتأكيد مازال هناك تحديات، وبالتأكيد محتاجين نشتغل تاني ونواصل الليل بالنهار عشان نكمل بقية المراكز.